روما الكبيرة وجب أن تؤخذي بالقوة، فأبشري لن أرحمك بإذن الله عز وجل، لن ترحمي، وأعلمي هذا في نفسك. بسم الله سأبدأ، لن ترحمي، وأنت تعلمين من رصاصة أذقتك اليسير فقط، والآن أبدأ بحق وبصدق وبقوة طاعة لله جل وعلا، لأن الظلم يجب أن يرفع، وليس هناك شيطان قوي وليس هناك جن قوي أو ملك قوي إلا من اتقى الله عز وجل يعزه الله بالإسلام. مفهوم؟ فأبشر. نبدأ بإذن الله عز وجل. الحرب الآن بيني وبينك، اسمعي كلمة أخيرة أسمع منك، خروج أم إصرار؟ يلا أعطيني قوة. خروج بقوة أم إصرار وبقاء ليس بقوة؟ نسمع، نبغي نسمع باش ما نكونش نضرب لك. قولي، تكلمي، تبقاي ولا تخرجي؟ تبقاي ولا تخرجي؟ ها؟ شنو؟ شنو؟ نخرج. هنا اتضح أن أكثر من واحد في الجسد، هناك تدافع. تخرجي أم لا؟ لا تطيع من يأخذك إلى العصيان، لأنه لن ينجيك من النيران. ما فهمتي؟ العذاب ما غاديش ينفع. تخرجي ولا لا؟ وأسلم، أسلم، سلمي. نعم جيد. والتعاون على البر والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ضمي 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 الإبهام. أشهد أن لا إله إلا الله، ضم الوسطى والإبهام وارفع السبابة. أشهد أن لا إله إلا الله، يمنعك مانع ويحبسك حابس عدو لله. اجتمعتم بقراءة الطلاسم ووعود الشيطان وعهود الشيطان فاجتمعتم عليه وتبين حالكم جميعا. لا تطيع الكافرين والمنافقين. هيا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. هيا قوليها بقوة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن رغم أنف من يحبسها
ويحبس أنفاسها حتى لا تذعن بالإيمان ولا تتلفظ بشهادة الإسلام. قالتا: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين. من معي؟ انا الشيطان الاقوى. انت شيطان؟ نعم. كيف دخلت؟ دخلت معها. دخلت معها؟ إيه؟ آه. كيف دخلت؟ دخلت وحدي. وكيف دخلت؟ بماذا دخلت؟ دخلت في فلوس بالساعة. ها؟ وطراسم. طراسم؟ بنفس الكتاب؟ لا. كيف دخلت؟ طراسم آخرين. سحر آخر؟ نعم. يعني سحر صنع له ليس بالكتاب بما قرأه وإنما صنع له؟ نعم. بين. دخلت بنفس العمل بالكتاب الذي قرأه أم دخلت بسحر صنع له؟ لا. بماذا؟ سحر صنع له. قديم. قديم. أنت قبل الجنية التي أسلمت أم بعدها؟ أنا قبلها. إذا أنت قديم. قديم. ولهذا كنت تمنعها من الإسلام. لا. وسحرك بالطلاسم. لا. لماذا صنع؟ من أجل ماذا؟ لأجل كثير أشياء. أشياء كثيرة. ماذا يعني مثلا؟ لكره للأم والأبوه. آه يعني قبل الزواج. قبل الزواج. للأم والأب. وأثر على الأبناء. لا. عليه هو. آه للأم والأب هو. لماذا بالضبط هو دون إخوته؟ لأنه هو الذي كان. كان ماذا؟ كان يعمل. لسحر هو دون إخوته لأنه كان ماذا؟ كان أه؟ كيف؟ أكل لا. أقوم لك والتعذب. أقوم لك والتعذب. وقد رأيت كيف تعذبت قبل أن تسلم التي أسلمت. طيب لماذا اختاروه في السحر هو دون إخوته؟ لأنه كان هو الوحي الأول. لأنه أخذوه هو الأول. لأنه البكر. هو البكر. آه سحر لأنه هو أول مولود. لأنه يعني البكر. هو ليس مولود. كانت أخته قبله ولكن ماتت. هو لكن هو الآن هو البكر. آه كانت أخته قبله بكر لكن توفي. نعم. ماتت. وأصبح هو البكر. نعم. فلما قتلوا أو ماتت التي قبله سحر هو أيضا. نعم. ما مات لكنه ميت مع الأحياء. نعم. ومع ذلك قدر الله أن يتزوج ثم أن يبتلى بأمر آخر فتضاعف الأمر منك أنت ومن الشيطانات التي أسلمت. نعم. وأنت ما كان يمنعها قبل أن تسلم الآن. نعم. إذن الحمد لله تبينت أمور ولقاء معك غدا أنت إن شاء الله فيسهل الآن ربط الأولى بالثانية وحتى تصعد يسهل معرفة الخيوط التي بها تأتي إن شاء الله ويبتليك بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك. لكن إلى الغد فكر في الإسلام فكر في الإيمان وإلا تعذب. خلاص لا يبقى هذا الإنسان في الظلم حياته سوداء مظلمة. تفهم لله؟ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الله ورحمة الله. لكن لا زالت هناك أمر يقول أنه كلما دخل الحمام لا يدخل إلا بمسهلات منذ أكثر من 5 سنوات. نعم. من يتصل في هذا الجنية كانت؟ لا. أنت؟ أنا. طيب أنت. إذا خلاص إذا نتكلم عن هذا. أوقف كل داء سببت فيه ونواصل الاستسال في الشفاء والدواء بإذن الله غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.